بين الفينة والأخرى، يعبر الشارع الفلسطيني عن تقديره للحضور اليمني الاستثنائي والفريد في معركة طوفان الأقصى على الصعيدين العسكري والشعبي. وفي التصريحات المقبلة عينة من آراء وتعليقات الشارع الغزاوي. والواضح يعني في المرحلة السابقة في الحرب لمدة 8 شهور تقريبا، إنه الشعب الوحيد اللي كان واقف بإخلاص معنا، وهذه كلمة حق تقال مش مجاملة، هو الشعب اليمني. والمظاهرات الصاخبة اللي كان بيعملها فشل على أي دولة عربية من دول الطوق، قامت بمظاهرة تخزي العين، ولا نقول إنهم وقفوا معنا بقلب جنب. أكثر دولة ألمت اليهود بعد أبناء غزة اليمن، وتحدث أكبر قوة عسكرية موجودة في العالم أمريكا وبريطانيا. هم يظنون أنه هيك أن هم بدهم يخافوا اليمنيين، لكن اليمنيين الشهادة لله، والله نفتخر أنهم عرب. والله والله وقوف رجال، أشهد من وقفة رجال أحسن من وقفة جميع دول العربية والإسلامية كلها. أشكر الشعب اليمني على وقوفه جنب الشعب الفلسطيني ومساعدة الشعب الفلسطيني، والله يستر على كل من عزيز. أنا مواطن من شعب غزة، في هويتي غزة وفلسطيني. بشكر كل شعب شارك معنا في الحرب الطحنة اللي احنا فيها، وعلى رأسهم الشعب اليمني.